طيب نروح نعيش اجواء الفرحه مع اعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد والزميل شريف شعبان. اتفضل يا شريف. هذه الاسماء، تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. مليون مبروك ليك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي. فوز كبير للنادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء على فريق دحيل، فريق طبعا القوي. مليون مبروك تاهل النادي الاهلي للدور القادم ومباراه فريق كبير، فريق البايرن من اعضاء النادي الاهلي من فرع الشيخ زايد. نشوف رد فعلهم بعد فوز النادي الاهلي في اول مواجهه في كاس العالم للانديه. السلام عليكم، اسمك ايه؟ ورحمه الله وبركاته. مبروك، الف الف مبروك. النادي الاهلي ده هو الكيان، النادي الاهلي ده هو روح الفانيلا الحمراء، هو الانتماء، هو الطموح الحقيقي. بنقول للنادي الاهلي النهارده الف مبروك، وبنشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، وبنقول لهم انتوا فرحتونا. من شجاع الابطال فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرده. مبروك للنادي الاهلي. احب اشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كله وجميع اللاعبين والجمهور، وان شاء الله بدول البايرن استعدوا. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي. اوه اهلاوي النادي الاهلي. واحلى حاجه في البطوله اللي احنا نلعب الباير، مش مهم، المهم ان احنا نلعب الباير ولاعبتنا تظهر قدام العالم.